بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا في فيديو عن الشابتر اللي يعني يعتبر اتفاجئنا ان هو جاي في الفاينل، شابتر المالتي ثريدنج. المالتي ثريدنج محتاج واحد يكون بس فايق شوية، لان هنقول شوية مش ديفينيشن، لا شوية حاجات هنتخيلها. طبعا الكلام ده المفروض هناخده بشكل موسع في مادة عظيمة كده اسمها Operating System. في البداية خلينا نتكلم عن البروسيسور بتاعك. البروسيسور بتاعك عادة بينفذ عمليات، تمام، بشكل بارلل. يعني لو أخذنا مثال برنامج الوورد، برنامج الوورد بيعمل ايه؟ وانت بتكتب بيعمل كذا حاجة، بيعمل الجرامر تشيك يعني على كل كلمة انت بتكتبها while you are writing، يعني بيقعد يشوف بقى ايه يا ترى عندك جرامر، عندك مشكلة في الجرامر، عندك حاجة مش مظبوطة، بيعمل في السنتكس بتاعت الكتابة. فكل ده بيحصل اثناء وانت بتكتب يعني. وعندك برضو الجزئية بتاعت لما انت تيجي تكتب بيعمل سيفنج وانت بتكتب، يعني وانت قاعد بتكتب كده وجيت قفلت الكمبيوتر او الكهرباء قطعت، بتلاقي مره واحده ان هو ايه ده، لا ده سيف الحاجه اللي انت كنت لسه بتكتبها حالا. طيب الكلام ده بيحصل عن طريق حاجه اسمها مالتي ثريدنج. يعني بقول والله الجزئيه بتاعت الجرامر تشيك اللي موجوده في برنامج الوورد دي تشتغل في ثريد لوحدها، ما هنشرح يعني ايه ثريد، والجزئيه بتاعت ان هو يقعد يسيف وانا بكتب دي في ثريد لوحدها، والجزئيه اللي انا قاعد بكتب فيها على الكيبورد وبدخل فيها داتا دي تكون في ثريد لوحدها. طيب يعني ايه ثريد؟ ثريد ده ممكن تقول جزء من البروسيس بتاعك، من البروسيس بتاعك. يعني البروسيس بتاعك لو هو كده فهو بيتكون من مجموعه ثريدز، تمام، كل ثريد منها بتقوم بعمليه وكل دول بيكونوا بروسيس. طيب لو مش فاهم تاني ممكن نقول ان البروسيس عبارة عن شيء بيحتوي على ثريدز. الثريد دي ممكن ثريد يكون متخصص ان هو يعمل حوار السيفنج زي ما قلنا في برنامج الوورد، او يعمل حوار الجرامر تشيك زي ما قلنا برضه في برنامج الوورد. وطبعا برنامج الوورد طبعا من الامثله المشهوره قوي على حوار المالتي ثريدنج، ان هو بيعمل كذا عمليه في نفس الوقت، تمام. وطبعا العمليات دي كلها بتحصل في ايه؟ بروسيس واحد. طبعا في عملية تانية اسمها مالتي بروسيسنج، ان هو بيشغل كذا بروسيس مع بعضهم، كل بروسيس بيعمل عملية تانية. طب بس ديت ايه؟ مش علينا، احنا بنتكلم عن المالتي ثريدنج. يبقى الثريد ممكن تقول هو شيء بيتخصص ان هو يعمل وظيفة معينة. لما بيندمج مع ثريد تاني، يعني لما بيكون في ثريد وثريد وثريد بيعملوا عملية اسمها مالتي ثريدنج، تمام، يعني ان هما بيشغلوا مع سيمنتينسلي، بشكل متزامن يعني، تمام. طيب نشوف الجزئية ديت ازاي عندنا. طبعا احنا قلنا ان هو البتاع ده محتاج شوية بس التركيز سريع وهنقدر نفهم الحوار ده. انا دلوقتي عندي ثريد وادي ثريد وادي ثريد، حلو، كلهم هيكونوا محطوطين جوا بروسيس واحد. مش هنعمل له فكر. طيب اتفقنا ان ده بروسيس وده ثريد 1 ثريد 2 ثريد 3. اسف بقى لو هيحصل اي مس سبيلنج او نوت غلط، لانها فعليا النوت ثريدنج عامه خلت الدماغ تضرب على الاخر يعني. عندنا الثريد دوت عايز يقوم بعمليه طباعه كلمه اكس، سوري حرف الاي، والثريد رقم 2 عايز يطبع حرف البي، والثريد رقم 3 عايزه يطبع 100 رقم مثلا. طيب العملية دي هتحصل ازاي؟ لو انا في برنامج جافا بكتب جافا، حلو، وعايزه يطبع حرف ال A 100 مرة وال B 100 مرة ويطبع من 1 ل 100 بعد كده،
اول حاجه هنعملها هنكتب فور لوب. الفور دي تعمل ايه؟ تطبع الحروف، تطبع حرف الاي 100 مره، بعد كده فور لوب تانية تطبع حرف الاي بي 100 مره، وهكذا. يعني كانهم في كيو، في طابور ورا بعض، يخلص الهات يدخل على البي، بعد كده يطبع ايه من 1 ل 100. طيب انا عايزهم انا عايز الثلاثه دول كده يشتغلوا مع بعض، يعني ده يكون شغال في نفس الوقت اللي فيه ده، يكون شغال في نفس الوقت اللي فيه ده. فبالتالي هتلاقي ان الاوتبوت بتاعهم عباره عن ميكس ما بينهم، يعني هتلاقي كده اي اي بي بي ومعاه مثلا 1 2 3 ومعاه هنا اي اي بي بي، يعني انت هتلاقي ايه الاوتبوت بقى ميكسد قوي. طيب ازاي اعمل حركه زي دي؟ اعمل حركه زي ديت عن طريق ان انا هستخدم حاجه اسمها ثريدنج. ثريدنج هنعمل ازاي بقى؟ هنشوف. اول حاجه احنا هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على برنامج عادي طبيعي جدا، واحدة واحدة، وهنفهم كل شيء. هنفتح بروجكت طبيعي ونكتب تيست يو مثلا، خزينه في الديسكتوب. طيب اهو ده البروجكت بتاعي، وبعدين عندنا طريقتين لكتابة الثريد، او اللي انا استخدم الحوار الثريدز ده عشان استخدمه في البروجرام بتاعي. عندي طريقتين، طريقة اللي انا اعمل له اكستنس لمكتبة الثريد، تمام، او اللي انا اعمل حاجة اسمها امبلمنتس للايه للرانابل انترفيس. وهنيجي طبعا، يعني انا هشرح الاول الطريقة دي، وهنيجي بعد كده هشرح الطريقه دي، والطريقه دي تعتبر الاسهل والمفضله. وفي سؤال مهم دايما بيتسال في الانترفيو، بالذات لما بتقدم على مثلا اللي انت تكون جافا ديفلوبر، يعني دايما بيتسال يقول لك الفرق بين الاثنين دول ايه، وامتى نستخدم دي وامتى نستخدم دي، وانهي افضل. طبعا السؤال ده مهم، والسؤال ده فيه يعني بالمناسبه يعني الناس اللي عندهم شويه اوفر سينكينج حلوين يعني في الجافا ويقعد يفكر كتير، فهو لو دخل في ان هو عايز يعرف الفرق بين الاثنين دول مش هيخلص ومش هيفهم حاجه ولا هيعرف، او لو عرف هيحاول يقنع نفسه ان هو عرف. طيب نرجع لموضوعنا. اول حاجه محتاج اعمل ايه؟ طبعا انا كده بنفذ ايه؟ بنفذ الفكره بتاعت البرنامج ده اللي هي المطلوبه، اللي هو معرض ان هو يجي في الامتحان. فين ان هو عايز فين البرنامج؟ ان هو عايز ايه؟ يعمل برنامج يطبع، يعمل فيه 3 ثريد. الثريد الاول يطبع حرف الاي 100 مره، والبي 100 مره، ومن 1 ل 100، تمام. طيب نعمل العمليه دي ازاي؟ قلنا هنكستند ايه، قلنا عندنا دوت البرنامج بتاعنا الطبيعي، حلو، هنستخدم فيه ده البرنامج الطبيعي اللي هنعمل منه ستارت للثريد. هنستخدم فيه تو كلاس، كلاس متخصص في ان هو ايه، يعني هنعمل كده هنقول له مثلا ثريد شار، حلو، وهنشرح الليله دي كلها مفيش قلق، احنا بس بنكريت ايه الملفات عشان نكون ايه فاهمين احنا بنعمل ايه، وثريد نمبر او حرف ال N. طيب الخطوه اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها اللي انت بتكستند من ايه؟ هنكستند من ايه؟ ثريد، اللايبراري اللي اسمها ثريد، وهنا هنكستند من اللايبراري اللي اسمها ايه؟ ثريد. طيب المفروض هنا انا ليه كريت تو فايل او تو كلاسز، واحد للثريد تشار وواحد للثريد ان، لان انا عايز هنا اعمل كول او لما كريت اوبجكت من ده الثريد اللي اسمه تشار ابعت له حرف، وابعت له عدد مرات طباعه الحرف، سواء هبعت له ونفترض حرف الاكس، وابعت له عدد مرات طباعته اللي انا عايز اطبعه 100 مره. المفروض هيدخل جوه الفانكشن بتاعه الثريد، تمام، ويقعد يطبعه. طيب طالما اتكلمنا في حوار الاكستند للثريد، فاحنا لازم نعمل اوفررايد لفانكشن مهمه جدا، وهي الفانكشن الوحيده الموجوده جوه كلاس ثريد. ايه هي الفانكشن دي؟ public void run. فانكشن run ديت لازم يتعمل لها اوفررايد، يبقى من شروط الثريد
طالما انت هتستخدم حوار الثريد في البرنامج بتاعك، يبقى لازم تعمل اوفر، لازم لما تعمل اكستند للثريد لازم تعمل اوفر رايد للفانكشن الران. طيب ايه تاني؟ فانكشن الران دي هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها البرنامج ده لما يتعمل. احنا الثريد ده دلوقتي لما هنيجي نشغله هنشغله بالطريقه دي عشان بس الناس تكون واضحه. هنكريت اوبجكت من الثريد، يعني هنقول له ايه ده كلاس اهو اسمه ثريد char. حلو، هنسميه مثلا t1 equal new thread char، وهنبعت له مثلا argument a، وهنا 100 مرة وهنشرح الليلة دي كلها. وهنا ال b ونسميه هنا T2، هنا T3. انا دلوقتي لما عملت اوبجكت من الثريد دوت، من الكلاس بتاع ثريد تشار وثريد ان كده، لما اجي هعمل رن للبرنامج البرنامج بتاعي مش هيشتغل. ليه؟ لازم اعمل رن او اعمل ستارت للثريد بتاعتي، يعني اقول له T1.start T2.start T3.start. طيب معنى لما هو هيعمل ستارت هيعمل ايه؟ هيروح على الفانكشن بتاعت الرن يشوف، نفترض فيها system.out.println x، هيعمل ايه؟ مجرد لما تفكر بقى معايا ايه اللي هيحصل؟ هيروح يكريت اوبجكت، بعد كده يعمل كول للميثود اللي اسمها ستارت، هيروح على ده، هيشوف الرن فانكشن الرن مطلوب يعمل فيها ايه، ينفذ فيها من جواها المفروض يتنفذ فيها ايه. فلقى ان هو ينفذ فيها ايه system.out.println، فهينفذ ايه؟ هيطبع حرف الايه الاكس. طيب انا عايز دلوقتي الكلاس بتاع ثريد تشار يكون فيه كونستراكتور، الكونستراكتور ده هياخد الحرف وهياخد عدد مرات طباعته تمام، وايه ويخزنهم في فاريبل اسمه chart print، اي نوع اي اسم فاريبل تمام. انا كده اللي انا عايز لازم يكون عندي فاريبل هسميه مثلا برايفت، هدي له الاكسس موديفاير بتاعه برايفت، واقول له ان ده هيكون من نوع char، واسميه char to print تمام، واعمل برايفت انتجر واسميه هسميه تايمز، ياخد عدد مرات الطباعه. والكونستراكتور بتاعي هيكون thread char، هياخد two argument char x و int y. طيب المفروض ايه اللي هيحصل هنا؟ المفروض اهو الكونستراكتور ده طبعا هنكرره، هنعمل هنا برضو كونستراكتور تمام، انا هنا في الكلاس بتاع ثريد ان المفروض ياخد مثلا رقم ويبدا يطبع من اول واحد لحد الرقم ده، يعني لو انا بعت في الفانكشن، لو انا بكريت الاوبجكت وبعت له رقم 100 فالمفروض يطبع من 1 ل 100، 200 يبقى من 1 ل 200 تمام. طيب ومفروض هنا بكريت لها كونستراكتور، فاقول له بابليك ايه ثريد ان تاخد انت ان تايمز ايكوال ايه ان. طيب المفروض ايه اللي هيحصل بقى ايه؟ انا دلوقتي خلاص عملت اساين للفاليو اللي هي جات لي عن طريق الكونستراكتور، حطيتها فين؟ حطيتها جوه الفاريبل دول. المفروض اقول لفانكشن الرن اللي هي بتاعت الثريد، اقول له انت المفروض تنعمل ايه بقى مجرد لما انت يتعمل لك ايه ستارت، لما اعمل ستارت للثريد بتاعي المفروض ايه اللي يحصل؟ هقول له والله المفروض اللي يحصل تمشي من واحد فور انت اي ايكوال مثلا 1 او تساوي تايمز اي بلس بلس، المفروض في كل مره تطبع لي الحرف اللي اليوزر طلب ان هو يطبعه. وهنا يحصل نفس الوضع، هيقول له 4 انت اي ايكوال 1 برنت سيستم دوت اوت دوت برنت، وفيها حرف الاي، وهنا نشيل برنت الاي. طيب معنى كده نمشي بقى، احنا خلاص احنا اهو البرنامج بتاعنا نجرب نعمل له ران عشان بس نشوف اذا كان عندنا اي ايرور ولا اي شيء، وارد طبعا يكون عندي ايرور الحمد لله مفيش. اهو البرنامج بتاعي عمل ايه؟
طبع شويه بي، بعد كده شويه ايه، بعد كده خد له شويه ارقام يطبعها، بعد كده طبع شويه هات، بعد كده شويه بهات، بعد كده شويه ارقام، وهكذا. الاوتبوت ده بيتغير في كل عمليه، تمام؟ الاوتبوت ده هيتغير في كل عمليه لانها معتمده على البروسيسور بتاعك شغال ازاي. وعايز انبه لحاجه، حوار مالتي ثريدنج، قلنا ان هو كده بيشغل الثريد ده والثريد ده بتوع الثلاث. انا دلوقتي مكريت يعتبر ثلاثة ثريد، حلو. الثلاثة دول شغالين مع نفس الوقت، مع نفس في نفس الوقت، تمام، شغالين في نفس الوقت ومشاركين مع بعض الميموري بتاعت البروسيسور بتاعي. ففي عملية ترابط، يعني زي ما انا عملت وريتكم في الصورة، فين مش ديت، هي مجموعة ثريدز بتتنفذ جوه البروسيس بتاعي. وزي ما احنا عرفنا ان احنا دلوقتي كأني بعمل ايه، بسيميليت برنامج الوورد على فكرة. يعني اما انا دلوقتي اهو بنفذ كذا عملية في نفس الوقت، بطبع في نفس الوقت كم كذا نوع من انواع الحروف وارقام، فده نفس اللي بيعمله برنامج الوورد بالظبط. طيب انا المفروض دلوقتي السيكونس بتاعي جه قال لي اعمل مساله، يعني جه قال لي على السؤال ده اللي احنا لسه حالينه، قايل لي فيه ايه، قايل لي انت تطبع تعمل ثريد للحروف وثريد للارقام. فانا اول حاجه هعملها ايه، هعمل زي تيست كلاس بتاعي، بعد كده هعمل تو كلاسز، واحد للحروف واحد للارقام، وهعمل لهم كونستراكتور وفاريبل بيشيل الحرف اللي هيتعمل له برنت وعدد مرات طباعته. طيب ولازم اعمل اوفررايد واكستند، اعمل اكستند للثريد، بعد كده بعمل ايه، اوفررايد لفانكشن اسمها الرن. جوه فانكشن الرن دي بقول فيها اول لما اليوزر جوه فانكشن المين يعمل لها يعمل ستارت للثريد المفروض يتنفذ ايه. فهنا انا بقول له جوه فانكشن الرن المفروض انت تنفذ لي عمليه طباعه الايه، الحرف. طيب يبقى دي كده بكل بساطه ايه، الثريد دي how to solve مثلا ايه، اي فكره تخص ان هو يقول لك كرييت لي مالتيبل ثريدز والكلام ده. طيب دي فكره من الافكار، حلو. طيب لو يعني انا المشكله مش عايز افتح في افكار زياده في الحوار الثريدنج، عشان الناس بس ايه دماغها مش اللي هو يحصل لهم عمليه ارتباك او كونفيوجن او عمليه اللي هو منين بيودي لفين ويقفل الفيديو بسبب ان هو مش قادر يستوعب حاجه. فده طبعا شيء ايه رخم شويه. بس عندنا نوع كمان من طريقه الكتابه، احنا ان شاء الله هحاول ابسطها على قد ما اقدر. اكستند للثريد دي استخدمناها، امبلمنتس للرانبل زي ما قلنا، امبلمنتس للرانبل. ايه الحوار ده بقى؟ الرانبل هي نفس فكرة الثريد، هي زيها في ديت. يعني في الثريد انا بعمل ايه، بعمل اوفررايد للفانكشن رن، هنا برضو هعمل ايه، يعني في الرنبل برضو هعمل ايه، اوفررايد لفانكشن ايه، رن. طيب امال ايه الفرق؟ الفرق ان حضرتك هنا في الثريد، وده طبعا سؤال الانترفيو اللي انا قلت عليه اللي هو بيتسأل عامة في معظم الانترفيوز الكبيرة او في اي، حتى المفروض اي شركة لو بكرسي معاك حتى تسأله، ودوت يبين الشخص اللي فاهم المالتي ثريدنج ولا مش فاهمه، ان هو ليه من العيوب اللي احنا نستخدم اكستند ثريد. يعني احنا كده دي بنعتبرها انهيرتنس، بنعمل ايه، يعني ده سوبر كلاس وبننهرت منه زي ما احنا عاملين كده. يعني فين، يعني احنا اهو ده يعتبر سوبر كلاس اسمه ثريد وبننهرت منه في ثريد تشار. طيب العيوب ايه بقى؟ افرض انا دلوقتي عايز استخدم، ومحدش دماغه تضرب، عايز استخدم الثريدز، عايز استخدمها مع الفريم او مع بانل او مع ابلت. يعني من الاخر انا في الفريم او في الابلت مش بقول له اكستند جي ابلت، سوري ايه ده اللي انا كاتبه ده، لا سوري ابلت، باكستند الابلت، تمام،
انا بعملها كده في الابلت. طيب انت عايز تستخدم معاها حوار الثريد، هل ينفع اللي انت تقول له كوما ثريد؟ لا ما ينفعش، لان الجافا ما فيهاش المالتيبل انهيرتنس، ما فيهاش المالتيبل انهيرتنس، يعني ما ينفعش تعمل كذا، يعني ما ينفعش تقول ان الكلاس اللي اسمه احمد بابوه، لا بلاش التمثيل ده عشان التمثيل ده سيء شويه، ما ينفعش نقول ان العربيه اللي اسمها اكس مصنوعه من بي ام دبليو ومصنوعه من مرسيدس، ما ينفعش، ما ينفعش الاثنين دول نقولهم في الجافا، ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها مالتيبل انهيرتنس، ما فيش حاجه اسمها متعدد الوراثه نهائي. فبالتالي انا هكون مجبر ان انا اعمل ايه، كلاس مخصص للايه، للثريد. طيب دي اول نقطه. تاني نقطه، في كل مره، في كل مره، وركز على الجمله دي، كل مره انا بحابب ان انا استخدم كلاس اللي بيكستند من الثريد، انا بكريت حاجه اسمها يونيك اوبجكت. يونيك اوبجكت اللي هو اوبجكت فريد وجديد مش مرتبط بحاجه. يعني سبوز ان انا الثريد ده حاطط فيه كاونتر، تمام، يعني خلينا نبسطها، نخليها كاونتر بلس بلس، ماشي. يعني انا هعمل كده برنامج كده سريع، فور انتو اي ايكوال 1 يساوي 10 اي بلس بلس، تمام، او في variable counter، وهعمل ايه، private int counter equal 0، حلو. وهنا هعمل نفس الوضع، نفس اسم ال variable، واقول له private int counter equal 0، تمام. المفروض دلوقتي لو انا هكريت، نمسح بقى الكلام ده كده، اهو لو انا هكريت اوبجكت من كلاس اللي اسمه threaded char اللي بيextend من الثريد، المفروض هنعمل system.out.println ويطبع لي الكاونتر، تمام. المفروض دلوقتي هيعمل ايه، هيروح واجي اعمل له طبعا ايه، t1.start، المفروض هيقول لي ايه، هيقول لي حضرتك الكاونتر ده بيساوي 1، لو جيت عملت هنا object كمان سميته t2 من نفس الكلاس، عملت له start، هيقول لي ايه، هيقول لي ان برضو الكاونتر بيساوي 1. يعني تعالى نرن ونشوف الفكرة، 1 و1، يعني هو دلوقتي الواحد الاولى بتاعت الاوبجكت الاولاني اللي اسمه t1، والواحد الثاني اللي هي بتاعت الاوبجكت اللي اسمه t2، ولو عملت t3 برضه هتطلع لك بواحد. ليه؟ لان هو بيكريت، يعني بيعمل اوبجكت كده يونيك، خاص، جديد، مش مرتبط، الميموري بتاعته مش مرتبطه بدي، او مش مرتبط بعمليه البروسيسنج بتاعته بالثريد ده، الثريد ده منفصل عن الثريد ده، ثريد 1 منفصل عن ثريد كام؟ 2. طيب ده تاني عيب، لان انا دلوقتي بكل بساطه لو عملت له امبلمنتس للرنبل، تمام، وجيت هنا طبعا في الرنبل، طريقه كرياتة الاوبجكت بتكون مختلفه. ليه؟ لان انا هنا اوريدي مثلا هنا انا عاملها ثريد، فبكريت الاوبجكت من النوع ده، لان ده اوريدي بقى ثريد، اتمنى ان الناس تكون مجمعه معايا. لكن هنا لما عملت لها امبلمنتس للرنبل، لازم كلاس الثريد الاساسي اعمل منه، احط فيه اوبجكت من نوعه، يعني اعمل كده اقول له t1 equal new thread، حلو، واحط جواها new، اكريت جواها جوه الثريد الجديد ده، اكريت منه ايه، thread char كده. ولو جينا عملناها ل t2، هنشوف هنا ايه بالظبط، هنشوف هنا النيو ثريد
لو جينا قلنا كده، لو جينا عملنا هنشيل الجزئيه دي، جينا عملنا كلاس هنعمل اوبجكت من النوع ده ماشي، من نوع ثريد اتشار، هنقول له ثريد اتشار ونسميه اكس عظيم، وهنقول له نيو ثريد اتشار تمام. الاوبجكت ده كده لوحده اللي انا عملته اللي اسمه اكس ما ينفعش اعمل له دوت ستارت. واحد يجي يقول لي يا سيدي ما هو في فانكشن الران والكلام ده، لا لان ده لسه حتى الان ما حطيتهوش جوه ثريد، يعني ده يعتبر اوبجكت تمام طبيعي جدا في فانكشن اسمها ران طبيعيه جدا بقول له فيها اعمل لي برنت للكاونت، بس مش محطوطه جوه ثريد، مش محطوطه جوه ايه؟ جوه ثريد، جوه الكلام اللي انا بحكي فيه ده، يعني هي دلوقتي مش معمول لها اساين لثريد معين. طيب عشان نعمل لها اساين جوه ثريد معين هعمل ايه؟ هقول له كده كلاس اللي اسمه ثريد هسميه ولنفترض تي، وهقول له نيو ثريد وابعت لها الاوبجكت اللي اسمه ايه؟ اكس. طيب نجرب نرن، طبعا تي 2 ديت هتطلع مشكله هنا تي تمام، طلعت 1 عظيم عمل كل الايه للثريد ده. نفترض دلوقتي انا عايز اعمل ثريد كمان، ثريد كمان عندي مالتيبل ثريدز شغاله في نفس الوقت، هكريت ثريد واسميه واي وهخليه ياخد نفس الايه نفس الاوبجكت اللي هو اكس اللي هو ده ماشي. المفروض انا دلوقتي لما انا في الطريقه العاديه لما انا كنت بعمل اكستند الثريد وبكريت منها تو اوبجكت تمام، كان اللي بيحصل ايه؟ ان بيعتبر ان الكاونتر دي منفصله عن كاونتر بتاعه الكلاس الاولاني بتاعه الاوبجكت الاولاني. لكن هنا بقى هنشوف هيعمل ايه. واي دوت ستارت خلاها باتنين، خلاها باتنين، خلى الكاونتر بتاعها زوده، زود ايه؟ زود الكاونتر ليه؟ عمل شير للثريد، يبقى الثريد دي شغاله في مجموعه لوحدها مع بعض، يعني كاني بقول لك ايه؟ انا عندي جراديويشن بروجكت شغال فيه ثلاثه، الثلاثه دول شغالين مع بعض في نفس الوقت في نفس التوقيت، الثلاثه بيشاركوا المعلومات بتاعتهم، بيشاركوا الحاجات اللي قدروا يوصلوا لها في البروجكت. وممكن اقول لك ان اهو معاهم فريق تاني، الفريق التاني ده اسمه اكس وده فريق اسمه واي، اكس مش بيشارك الداتا بتاعته مع واي، فبالتالي ده هيكون ليه بيانات منفصله وده ليه بيانات ايه؟ منفصله. طيب ده كان حوار الرنبل، انا عايز بقى اكتب ايه؟ اكتب الكود اللي هو يشغل لي، طبعا اللي هو يعتبر الكود اللي عامله عقده شويه للناس، اللي هو يشغل لي الباك جراوند والبيب نفس اللي انا عملتها في المالتي ميديا بس يحطها في ثريد، يحطها في ثريد. الكلام ده يحصل ازاي؟ هنشوف يحصل ازاي يا مسهل. تعال متاكد ان في ناس دلوقتي بتقول هو كده حلو قوي ان الفيديو خلاص اقفله، يعني في ناس فقدت الامل. ماشي، اول حاجه احنا هنشتغلها على ابلت زي ما اتكلمنا في فيديو المالتي ميديا، ولو مش فاهم مالتي ميديا ارجع لفيديو المالتي ميديا. احنا هنشتغل على ابلت، هنسميها مثلا ثريد ابلت ماشي، وهنعمل لها نيكست وهنا فينيش. حلو حلو، هنمسح شويه الكلام اللي ملهوش اي ستيل لازمه ده. اول حاجه انا محتاج اعملها ايه؟ امبلمنت اللي هي ايه؟ حوار الرنبل. اه صح، تكمله لاجابه سؤال الانترفيو، انهي واحد افضل؟ هتقول له الافضل ان انا اعمل امبلمنتس للرنبل. ليه؟ لان الرنبل بتعمل شير ما بينها وما بين باقي الاوبجكتس، يعني ما اجي احطها في الثريد، الثريد اللي انا بحطه فيها بحط فيه اوبجكت من نوع رانبل، فالاوبجكت ده بيكون ايه؟ الداتا بتاعته متشاركه مع باقي الاوبجكتس اللي من نفس النوع الرانبل تمام؟ طيب يبقى هنا هنمبلمنت ايه؟ الانترفيس اللي اسمها ايه؟ رانبل. ولو مش فاهم انترفيس ارجع للفيديو بتاع الايفنت دريفنج هتلاقي فيه حوار الانترفيس. مش عارفين طبعا ان الابلت بيكاري تلقائي معاه حوار الايه؟ الانت وحوار البنت. طيب هنرجع، لو انت مش فاهم انا هعمل ايه، احنا محتاجين دلوقتي اوديو كليب
يشتغل عايزين نعمل تو اوديو، اوديو يشتغل في الخلفيه واوديو يشتغل كل 5 ثواني تسمعه كل 5 ثواني. فالمفروض ان انا هكريت اوبجكت من نوعيه الكلاس اللي اسمه اوديو كليب، ولو مش فاهم ازاي هترجع للفيديو المالتي ميديا، هنا هسميه باك جراوند وهنا هسميه بيب، يعني يطلع كل مثلا 5 ثواني. طيب عملنا الاوبجكت، وطبعا احنا قلنا في الرانبل كنا بنعمل ايه عشان نستخدم كلاس الرانبل، كنا بنعمل حوار اللي احنا نحطه نكريت اوبجكت من الرانبل ذات نفسها، يعني مثلا نقول له ايه، بنقول له ان ونفترض عندي كلاس اسمه اكس، كنت بقول له اكس واي ايكوال نيو اكس، فده كان اللي هو الاوبجكت اللي كان بيتكون بيكريت من كلاس اسمه رانبل. وبعد كده كنت بحطه في الثريد، بعمل ثريد بقول له ثريد مثلا دبليو، وبقول له فيها نيو ثريد، وبحط فيه ايه الاوبجكت اللي اسمه واي. تمام، ولو مش فاكر ارجع لقبل الجزئيه دي ب5 دقايق بالظبط في الفيديو فيها نفس الايه الوضع ده. فانا محتاج اكريت اوبجكت من نوع ايه ثريد واسميه ونفترض تي. طيب المفروض هنا في ايه، المفروض هنا functional init جواها هاساين فيها الملف بتاع او هحط فيها الملف بتاع الباك جراوند، ملف الاغنيه بتاعه الباك جراوند وملف الاغنيه بتاعه البيب. فهقول له ايه باك جراوند ايكوال ايه جيت اوديو كليب، وهنا جيت كود بيز، وهنا هحط فيها الملف اللي انا عايز اشغله في الخلفيه اللي هو فايل ايه 3، وهنا هحط حوار ملف البيب هقول له جيت اوديو كليب جواها جيت كود بيز، وهحط فيها الملف اللي انا عايز اشغله كل شويه اللي هو تقريبا فايل 2.wav. طيب فانكشن للنت دي كده مهمتها خلصت. انا ممكن هنا طبعا طالما استخدمنا الامبلمنتس للرانبل يبقى لازم اعمل اوفر رايد لايه للفانكشن ايه الرن، يبقى بابليك ايه void run، بابليك void run يحصل فيها ايه، المفروض هنفذ فيها الحاجات اللي هي في دماغي اللي هي ايه اللي انا عايز اعملها. طيب اللي هي ايه، هقول له والله if ان انا الباك جراوند ده فيه داتا، يعني لو هو مش null ما فيهوش null، يعني الفرق يعني الاوبجكت اللي من نوع اوديو كليب لو هو في ملف فعلا يتسمع والله شغله لي، قول له bg.loop. وطبعا انا شارح ازاي تعمل حوار اللوب والكلام دوت في ايه في فيديو المالتي ميديا. طيب وايه تاني، انا عايزه ان هو كل 5 ثواني جوه فانكشن الرن، احنا زي ما اتفقنا جوه فانكشن الرن بقول فيها انا عايز اعمل ايه، انا عايز الثريد بتاعي ده يعمل ايه، يسمعني اغنيه يطبع كلمه اي حاجه، هقول له برده طول ما انا ملف انا دلوقتي لو عندي الملف او الثريد بتاعي طول ما هو شغال، هقول له طول ما الثريد بتاعي شغال، الثريد بتاعي شغال معناها ان الثريد اللي هو تي تمام مش بي ايكوال رن نل، سوري، لان التي اللي هو ده لو بي ايكوال نل، وطبعا احنا لسه ما عملناش اوفر رايد لفانكشن ستوب وستارت، لو هو بي ايكوال نل معنى كده ان ايه ان الثريد بتاعي واقف، معنى كده ان البرنامج بتاعي مش شغال، لكن لو بي ايكوال قيمه ثانيه معنى كده ان البرنامج بتاعي شغال. هقول له والله طول ما هو مش بي ايكوال نل ايه اللي يحصل، هقول له اف، هقول له اسف، هقول له تراي، وهنشرح عن ايه تراي، كاتش انتر رابتد اكسبشن اي، يعني ايه بقى الكلام ده، وانا عارف ان انت كده شكلك اتعقدت اكتر. الجزئيه دي متخصصه بايه، متخصصه ان انا دلوقتي لو شاكك في كود، ونفترض شاكك في الكود اللي اسمه system.out.println، شاكك ان الكود ده ممكن ما يشتغلش ويطلع لي ايرور، يقول لي هنا في الكونسول يقول لي في مثلا ايرور حصل مره واحده، فبحطه جوه ايه جوه حوار التراي، واحطه جوه القوسين بتوع التراي بقول له جرب لي ده، والله اشتغل يبقى تمام، ما اشتغلش يبقى جوه الكاتش
جوه القوسين بتوع الكاتش اكتب لي مثلا ايه سيستم دوت اوت ده في ايرور يا حبيبي حصل هنا تمام ايرور، او مثلا شوف بقى انت هتعمل تصليح للايرور ده ازاي، او اطبع لي الايرور عن طريق اي دوت برنت تقريبا حاجه. بس احنا مش هنحتاج الكلام ده، احنا هنحتاج بس ايه، هنحتاج اللي احنا طول ما هو مش بيساوي النال يعمل ايه، يجرب ايه، يجرب يعمل سليب للثريد. يعني اقول له كده ثريد دوت سليب، اعمل له سليب كل قد ايه، 5 ثواني. فانكشن السليب متخصصه بايه، متخصصه انها كل 5 ثواني تعمل لي تنادي على اللي هي ايه، على الاغنيه بتاعت البيب. طيب هو دلوقتي عمل تراي ونجح، يعني عمل تراي وعدى من الحوار ده على خير، فايه اللي هيحصل، يشغلها بقى، ما انا كل 5 ثواني اشغل. طيب يبقى قاعد القوسين بتوع كاتش وانا جوه البادي بتاع الوايل اهو، جوه بادي الوايل هقول له ايه، هقول له بيب دوت ايه دوت ستارت، والله يشغل لي البيب مفيش مشكله. طيب يشغله، بس معلش اتاكد لي كده من الاول ان البيب ده فيه ايه، فيه داتا، لان عارف لو هو عمل بيب دوت ستارت وانا مش حاطط الملف بتاع الاغنيه اللي هتعمل بيب، عارف ايه اللي هيحصل، هيحصل ايرور. طب فالاول اتاكد لي ان هو لو البيب ده مش بيساوي نال يبقى شغلها لي، شغل لي ايه البيب كل 5 ثواني. كده احنا خلصنا فانكشن ايه الران اللي هي تشتغل مجرد لما هعمل ستارت للايه للثريد. تعالى كده نجرب نعمل ستارت للثريد ونشوف الدنيا. المفروض دلوقتي انا هحط الاوبجكت اللي اسمه تي، هحط جواه ايه، ايوه هحط جواه اوبجكت من نوع رانبل. طيب العمليه دي تحصل ازاي، هتحصل لنا جوه فانكشن الانيت هقول له تي دوت نيو ثريد، ودي لسه موجود، لسه كنت قايلها بالظبط من 10 دقايق في الفيديو، فممكن تراجع الجزئيه دي. نيو ثريد واحط فيها ايه، انا عايز دلوقتي ريتيرن اوبجكت من نفس نوع الرانبل، فبقول له ايه ذيس، زيها زي فاكر اد اكشن ليسنر كنت بقول له ايه ذيس، لان انا كنت برضو عامل حوار الامبلمنتس تمام. طيب نجرب نرن ونشوف، بسم الله في شويه ايرور. اول ايرور بيقول لك كانت فايند السامبل بتاع ايه بي، مفيش مشكله نشوف ايه الحوار. تمام احنا لما بنشغل اغنيه، طبعا دي الغلطه مني انا، مش ما فيش اي مشكله، لما بنشغل الاغنيه زي ما احنا عارفين بنقول له بلاي، انا عملتها له ستارت، فده طبعا شيء رائع. نشوف باك جراوند جميله. طيب احنا دلوقتي عملنا الاوبجكت اللي من نوع الثريد، المفروض زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا ايه لازم نستارت الثريد. طول ما انا مكريت اوبجكت وحطيته جوه الثريد ده لا يعني ان هو يشغل لي البرنامج، لازم اقول له ايه تي دوت ايه ستارت، بحيث ان انا اشغل ايه البرنامج بتاعي. نركز مع بعض اهو، مشغل الاغنيه بتاعت الباك جراوند. كل 5 ثواني بيشغل الأغنية اللي هي بتاعت الرعب دي، مش عارف الصراحة ازاي. طبعا من 5 ثواني ل10 ثواني. طيب أنا كده كل 5 ثواني بشغل، حوار 10 ثواني أو ممكن يحصل تأخير شوية في إن هو يشغل الأغنية اللي بتعمل بيب. ليه؟ لأن فانكشن السليب فيها شوية مشاكل عامة في اللايبراري دي بتاعت الجافا، وفعليا اي حد هيكتب ثريد دوت سليب واي ثريد دوت سليب از نوت ريكومندد هيلاقي بلاوي فيها، فممكن تلاقي ان الاغنيه اللي هي بتحصل في النص دي مش بتشتغل بعد 5 ثواني، بتشتغل بعد 10 ثواني، ممكن واحد تشتغل عنده بالظبط، مفيش اي مشكله خالص، العيب مش من جهازك ولا من جهازي حتى. طيب احنا دلوقتي عملنا ايه ستارت عندنا في المحاضره، معمول حاجات جميلة قوي، معمول اوفر رايد على فانكشن الستارت والستوب. هي هنا معمولة بغرض ان هو
بيسهل الحوار بتاع الفانك بتاع الاغاني يعني، ويوقف الثريد والكلام ده. هنشوف ازاي نعملها عامه. طيب فانكشن النت انا هخليها محطوط فيها الداتا بتاعت الفايلز بس. فانكشن الرن زي ما هي، هقول له public void start واقول له public void stop. هقول له ايه؟ هقول له والله لو انا عايز اعمل run يعني function ال start هقول له فيها ايه. طيب هنا جوه ال start هنعمل ايه؟ هنخزن فيها ال object. احنا عاملين object من نوع thread تمام. هنعمل فيها ايه؟ هنحط هنقول له new thread وهنرمي فيها this زي ما اتفقنا، زي ما احنا فاكرين الجزئية بتاعت add action listener. مش كنا عشان implements كنا بنخليها add button dot add action listener this، فهي هنا هناخدها هنحط لها argument this. وطبعا الجزئية دي زي ما اتفقنا، انا طبعا كنت عامل بوز للفيديو بتاع دقيقتين، فهو ممكن تحسوا ان انا في حاجة اختلفت مرة واحدة، فابدأوا من الحتة دي عادي مفيش مشكلة، مفيش حاجة جديدة حصلت. دلوقتي انا خلاص حطيت في الاوبجكت. المفروض في start دي function start دي هتبدأ تشتغل، اول function هتشتغل في البرنامج بتاعي. يعني انا دلوقتي مش محتاج اللي انا جوه انت مش محتاج اقول له تي دوت ستارت خالص. ليه؟ لان فانكشن الستارت خلاص عوضتني بالحوار ده. فهنا من جواها اقول له ايه؟ تي دوت ستارت يعمل ستارت الايه ليها. طالما ايه؟ طالما اف ان التي بتاعتي بنال، يعني احنا دلوقتي كريتنا الاوبجكت ده، دلوقتي ده قيمته نل تمام. حاليا لما كريتناه نل مفهوش حاجه. طيب نل يعني هو مفهوش حاجه خلاص، احط جواه اوبجكت من نوع الرنبل في الحوار ده في الفانكشن بتاعه الران واعمل له ستارت ماشي، مفيش ادنى مشكله. طيب الستوب بقى المفروض دلوقتي لو اليوزر عمل انت عمل سوري عمل ان تي دوت ستوب المفروض يحصل حاجة، يوقف الثريد. طيب عظيم. فالمفروض هنا أول حاجة هتشيك عليها هتشيك إذا كان الثريد ده أساسا شغال ولا لأ. فهقول له إف إن هو تي ده doesn't equal null يعني شغال، يعمل إيه بقى؟ يوقف الأغنية بتاعت الباك جراوند تمام. بعد كده يعمل إيه؟ يوقف الثريد ذات نفسه، يحط يقول له ستوب. بعد كده يخلي التي دي بنل بحيث ان لو اليوزر في اي وقت عمل لها ستارت يلاقي ان التي ايكوال نل فيقدر يكريت الثريد من تاني. طيب تعال نشوف كده الشكل. هيطلع دلوقتي حاجه في الخلفيه. خليك شويه تمام. كل 5 ثواني هيطلع الصوت المرعب الغريب ده. طيب وزي ما اتفقنا الكلام ده كله كده ممكن نشيله، وفعليا انا في رايي الشخصي انا شايف ان ملهوش لازمه وده تطويل في الكود مش اكتر. ممكن اختصرها ان انا امسح الكلام ده واقول له هنا تي ايكوال نيو ثريد جواها هيكون حوار ذيس واقول له هنا تي دوت ستارت وشكرا. هيشغل ايه؟ هيشغل الثريد بتاعي مفيش اي مشكله. لكن هو حابب يعمل اوفر رايد لفانكشن ايه؟ الستوب والستارت. وفي كلتا الاحوال عشان نكون متفقين البرنامج ده كله اللي احنا كتبناه شغال على ثريد واحد، يعني كاني ما عملتش اي شيء. هو برضو البرنامج مطلوب ان هو يشتغل على نظام الثريد، الثريد اللي انا المفروض عندي كذا ثريد كده زي ما عملنا في حوار البرنامج اللي برنت حروف اي بي سي والكلام ده، المفروض كل واحده شغاله في ثريد لوحدها بحيث ان هو يعمل عمليه المالتي ثريدنج بحيث ان هو يسرع عمليه البروسيسنج والكلام ده كله. البرنامج ده بتاعي زيه زي بتاع المالتي ميديا بالظبط اللي انا شغال في المالتي ميديا، بس بيشتغل على ثريد واحده، على ثريد واحده اسمها تي، وده
كان موضوع المالتي ثريدنج. اتمنى الناس تكون فهمت ويحاولوا يطبقوا الكود. نعرف ان الدنيا ممكن تكون في المالتي ثريدنج صعبه, والمفروض المالتي ثريدنج مش علينا ويكون في الاوبريتنج سيستم, بس مفيش ادنى مشكله خالص يعني. ولو حد عنده اسئله, وانا متاكد ان حد هيكون عنده اسئله, يحطها في الكومنت ونتناقش فيها عادي, مفيش مشكله. شكرا.